الياس اليوم عنده يوم البجامة تضامنا ويا أطفال مرضى السرطان. حلو لولو اليوم، يلا باي باي. عد أكل كل الأكل، إذا طلعت بس القمصة لخوش. يلا قاعدة نشتري جطس للإلياس، بس يريد مال بيكاتشو، فإن شاء الله ألقى له شيء مال مدرسة بيكاتشو عاجبه هسه. كل سنة يغير على واحد، مرة سبايدر مان، مرة باتمان، مرة بيكاتشو، وهكذا. هذا سبايدر مان، هذا مال ابتدائية كبير. ها سامر تسوقت؟ سامر لا، أبوي ينطيش من رأسنا بالعربة أنا حتى يختار غير شيء، وهي مال التوصيل مال دي اتش ال. شو هالعب حلوة، ومحمد ما يقدر احسه ضعيف من الالعاب، بس اشوف شيء حلو اخذ الجهاز. بدك تعيش طفولتك انت على اساس يعني لو شنو؟ انا ما ادري شنو هو. هاي شغلات الصيف بدأوا يجيبوها مال البحر. ادري كمية البصل اللي مسويتها حتحسهم كلش هواية، بس لانه انا اسوي اليوم محشي البصل، يمكن اخلي وياه في الطبقة ورق عنب، بس هي اساسا الطبخة كلها طبخة محشي البصل. وهم راح اشاركها وياكم، انا يمكن العام شاركتها بس يلا مو مشكله، راح نرجع نعيدها لانه اكثر اكل يحبها ابو الياس فكنت اسويها. هدا انتظره شويه شايفه، هدا انتظره شويه ينسلق على مود اقدر افتح، لان صراحه انا من النسوان اللي ما اعرف افتح البصل، وهوني لازم اسلقه حتى اقدر افتح. يا بهلا يا جماعة شلونكم؟ عندكم ما بصراحة تصير ابني قلت لك لا تلعب دقيقة، خلي شيل الجدر يحطها من انا على هذا من قاعد اهو. سامر ماما سامر ينشغط الميز ابني، هاك هاك العب، هاي ما تلعب ضاضا افضل طبيعي. خير خل ننطي هذا العصير، هاك مالتك العصير. لا تعليق. طبعا شوفوا اني راح اسوي هسه شوي وياكم على السريع. هنا انا مخليه بصل وطماطه وثوم وشويه معدنوس لانه ما عندي اكتشفت، بس يلا مو مشكله. طبعا حنخلي التمن، ما ادري اسوي حشوه شو سقوله، قولوا هذا شو سقوله الثاني، ورق عنب لو لا احشي، للامانه ما اعرف، بس دا اشوف. صح نسيت اسلم عليكم، شلونكم حبايبي؟ رمضان مبارك عليكم، هذا اول فيديو لي وياكم برمضان، ان شاء الله كلكم زينين. شلونكم ويا الصيام؟ بعد شنو عاد اقول؟ ربي يفرج على اهلنا في فلسطين ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي سنه خير على الجميع. اوكي طبعا هسه انا بديت راح اخلي المعجون، هي نفس حشوه الدولمه حشوه البصل، واكيد تقدرون تخلونها لحم، بس انا يعني ما مخليه صراحة، دا اتعاجز اسوي جدرين اصلا اليوم، الوقت عندي كلش ضيق، لانه هسه راح تشوفون يوم عيد ميلاد ابو الياس، صراحة ما حبيت اليوم يعدي هيجي شيء عادي، فشنو قلت بعد خلاص شو قلت شنو يضرب بيها جايبتها خيس بيها من حالي، فشنو قلت صراحة سويت كيكة شوي، هي مو حفلة يعني انه مجرد كيكة، واشتريت لها هدية من الانترنت بس نغلفها ونحضرها انا وياكم سوية. وبس كنت انطيها ورا الفطور، خصوصا هو قاعد بالبيت لانه بسم الله عليكم ايده شوي انضربت بالشغل، فنعطيه اجازه مرضيه وخلصت هي اليوم اخر يوم. هم زين ويا يوم عيد ميلادي تدرون؟ لك ماما دا احكي عيب، تدرون اني اساسا كنت ناوي قلت اسوي هي يوم الاحد باعتبار هو بالبيت، بس الحمد لله هي هيك رمت. طبعا حطيت فلفل اسود وشي صقوله نومي بصرة، وهذه نومي بصرة تنطي حموضة أحبها، وهاي بهار الدولمة كل شوية راقعين شي. وهنا أنا رح أخلي زيت زيتون لأنه ما بيها أي لقمة، فعلى مود نزيتها، حتى إذا تحطوا لها لحم حطوا لها. يا ناس يا شراب رمان، خلي أجيب شراب رمان وأجيب الليمون هم عافية. فجبته شوفوا أني من أسوي أربع كلاصات تمن أخلي ليمونه، اليوم راح اخلي نص ليمونه وما اكثر شرب رمان، لانه ابو الياس ما يحب الدوم ماي الحامضه كلش، يحب يعني نحموضتها ما تكون ظاهره تكون وسط.
او حتى مو وسط، اقل من الوسط. بما انه الاكل اليوم كله يعني لازم نسوي مثل ما هو يحب، بس شوي تحية منا عادي، هذا الثور مرات يجي واحد المخصوص. عوف الاضاءة بليز بليز، خل احط الاضاءة منا دقيقة، لانه سمرقند افندي اجانا. انت شندك اجيتني؟ عوفها عوفها، شو اسوي لك اكل؟ تريد اكل؟ اكل؟ ما تريد اكل كيفك. هذا شرب رماني موت، ايش قد طعمه طيب. اوكي ها هي، هو اليوم انا عينك ميزانك تدرون، بس الملح قصته، الباقي كله من قصته. هسه نخلط، طبعا حرامات ما عندي لا شبنت ولا معدنوس، البارحة رحت السوق ونسيت اشتري. يلا مو مشكلة، شايفين من تروحون للسوق على فشي، لا حبيبي لا تحط عصير عبد المرجان يكمل الحسن، وتقولين اروح اشتري فلان شي فلان شي، تروحين تجيبين كل الغرض الا المحتاجة. هذا اللي صار وياي، خليني اقلب دوم وارجع انطيك. ما يصير انطيك، هاي ما مستوية. والله الدوم اللي بقلب الخاشوية انطيك، ما تمن ماما بعد ما مستوي، هذا لازم يصير بالنار. اوكي هاك فوق حتى دقيقة، خلنا انطيك طماطاي هاك، يلا هاك زعل. بس لا تعجبه النار، يقعد يلقط لي الطماطة كحق. اقول لك ملحة زين، حموضتها زينة، تحتاج نزيد من زيد. هسه ازيد ملحة زين لو لا؟ حتى معجونها زين، ما يحتاج هاي العلبة. بهاراتها زينة، سمسومه نم نم يا حبيبي، التمن كله بعده من جوا ما مخبوط. بس انا شي يقومني اغسل، يلا بدي احط لي مغسله هنا بصفي حتى انا اشتغل، شايف بس يشوف كرسي. اني نسيت اقول لكم الاهداف يا دان، للاسف عندي بوادر ولاده مبكره، فلذلك تشوفوني قليل اصور لان تعبانه. يعني اني هذا الروتين وتزيين رمضان ما عاد عندي لازم محمد للامانه. انا كنت ناوي اول يوم رمضان اصور ونزين البيت، بعدني لحد الان ما مزينه طبعا اني الركن الرمضاني، صح كنت منتظره اغراض اريدها تجي وجتي وصلت، فان شاء الله على الفيديو الجاي نزين. يعني عادي ترى، واذا واحد يتاخر قبل هو طابه، بس شو اسوي والله، لانه كنت يعني سبحان الله كل ما اقول اليوم راح اقوم واصور اتعب واتخربط، وتالي لو ابلياس يجيب من برا، له هو يطبخ خطيه بقى هذا يشب العصير بالقاع. لك سامر امي والله ما عندي وقت، افضل انظف وراكم انتم، بلاش يهاجمين الصاله. عيني الجهال لك عيني، يلا هسه نبدي شنو؟ نلف. استغفر الله، هذا سواها اكله، نبيها بهارات وحموضه. اي الحمد لله والشكر. لو ادري من البداية حاطت لك تمناية تايهة، هسه تستوي وناكل يا روح ماما، هسه ما بقى شي للمغرب اصلا. خل اروح اغسل واجيب لها حتى هاي، اذا تخلون والله ترى حشوة البصل وحدها خشبية اليوم، ضاربني الثول اليوم اعذروني. حشوة البصل، حشوة البصل شنو؟ محشي البصل والله العظيم وحدة طيب، وانا ادري بينا احنا اغلبنا نحب بس البصل يعني، وانا والله من سويته بعد ما سويته صراحة، فانا ربعناه كلش طيب وسهل يعني. شوف هسه بسرعه راح الفه اخليه على النار، يقعد له فد ساعه على النار، لان انا احب ارقبه هيك على نار هادئه، ويا سلام ويا وقت الفطور ينقلب وخلص. والله حيره رمضان بالفطور ما تخلص وما تعرفون، والمشكله الصايم ما يشتهي ياكل هوايه، فهيك يريد له شيء اكله خفيف، يعني اكله خفيفه سهله وسريعه. والصايم همينة وين بيها حيل تظل واقفه تطبخ وتنفخ. وعيني اعزائنا اخواننا الرياجيل المتزوجين طبعا، مرتك دا تتعب صايمه من الصبح لليل من الفجر همين يعني للمغرب، قول عمي حتى انا ندري بيكم تدققون انتم على الكلمه زين، صايمه وتعبانه وتركض ورا الجهال وتدرس الجهال وتوقف بالمطبخ ساعتين ثلاثه تطبخ لكم هالفطور هذا الطيب اللي تلمون عليه، وربي يدوم لمتكم ما يحرمكم من بعض. فيا اخي جازيها بالعيد، جيب لها هديه حلوه حق الملح، مو تنساه، تعطيها عيديه من ورا خشمك، لا في
هاد قطعة محبس قطعة صوار حتى لو خفيفة من 250,000 شبيه والله تفرحها. ويجي بعد يعني ما وصيك عليها، هاي مرايتك حبيبتك. زين زين عيني، أني أخيتك وحبيت أنصحك اليوم. وزوجي أنت من ضمن النصيحة على فكرة. خلصت لفيت الجدر، هسه راح أخليه على النار حتى وراها نبدي بالكيكة وبعدين أبدي بالفتوش والسلطة والشوربة. هو سلطة نفس الفتوش. صراحة ما أريد هواية أسوي أصناف على الفطور، يعني كفطور ليش؟ لأنه أكو كيك ومسوية محلاية كلها، هسه راح تطلع لكم الطرق، لأن أكو شغلات سويتها من الصبح وأكو شغلات سويتها البارحة، فيعني هسه أجمع لكم إياها بالمونتاج أنا أرتبها لا تخافوا. بس خلينا نروح نحط هاي على النار حتى وراها نبدي بالخطوة الثانية. رمضان في رمضان العين اللي في بتوجه لا العين دي. ورجعت لكم بعد ما فطرنا وشبعنا وارتاحينا. اسفه ما صورت لكم السفره لانه سامر بلل نفسه وصعدت ابدله، نزلت ما شاء الله لقيت بادين بالاكل ومخرفطين ام السفره. هوايه تقولوا لي كريم الشانتيه ما تنجح عندكم حبايبي، هم يكتمون لكل ظرف حطوا كوب حليب بس، كلش هوايه. اني ثلاث ظروف خليت لها كوب واحد حليب وظليت اخلطها لمده 6 دقائق، صارت عندي فخينه بحيث اقدر ازين بيها، يعني تزينون بيها وتطلع الاشكال اللي انتو تريدوها. واذا تسمعون يمي بقبقة ما جدر، فانا قاعدة بالمطبخ دائما تجد اسوي بالفطور فغلسوا على البقبقة. هنا الكيكة طبعا قصيتها اني وانقصت شوية عندي مايلة، ولما رجعت اصفطها قلت اصفطها صح حتى ترجع عدلة، بس الحمد لله والشكر صفطتها غلط فبقت مايلة مثل حظي المايل. يعني عادي غلسوا انتو لا تشوفوها مايلة، شوفوها عدلة، قولوا اللهم اجعلها عينة في عينة شنو عدلة في عيني. هنا أنا كان ببالي أسوي كيكة سودة لأنه الديزاين والشكل اللي براسي أنه لازم له لون أسود، بس رحت للمحل ما لقيت بس هذني، فشنو سويت؟ أخذت وياها بيضة قلت أسويها الشكل الرخامي، ورجاء أن تباعون على الشيبك مالتي لأنه بالنقل الشيبك مالتي انكسر وبعد ما اشتريت، لأنني من انتقلت لحد الآن ما محتاجته، ما مسوية معجنات، وضعي ما يسمح لي فما محتاجته. اجى هنا أنا قلت يا حبيبي ايش راح اسوي، بعدين تذكرت هذا النايلون مال المطبخ قلت يلا وهذا الشيبك. احنا يعني شلون اقولكم دامش الوضع من اللي عندي. هنا أنا جبت صحن التقديم هذا اللي خبل اخذته من هبه ديزاينر اذا تذكرون، زين اللي عاش بالمانيا. وهنا أنا بديت اسوي بالداير وهذا شكل الرخام. اذا تشوفون هذا الخط الطالع لكم، هذا هسه راح نخبيه بطريقه كلش حلوه. تخيلوا انه هاي تزيين الكيكه لو بس عدله كان راح تطلع تجنن صراحه، بس مو مشكله يعني تصير. وهنا أنا الياس افندي اجي يريد يقصقص اشتغل وياي بالعجين. واني خايفه على هذه البلاستيكه او شيء بدي اشتغل عليه كلش حلو صراحه، ما وصخ للمياس. شوفوا من شيئين اشتريت هذا الذهبي اللي يصير للاكل وقلت اخبي بيه العيب مال الكيكه اللي هو الخط مال عجين السكر، لان انا بالبدايه ما حددت وين الشكل وراسا لفيتها وصراحه نطى شكل للكيكه يموت، يعني ما كنت متخيلته هيك حلو. وسعره كلش رخيص ورمزي، فاحسه حتى حلو بالحلويات اللي على الشوكولا وهاي السوالف. هاي هنا أنا تقريبا خلصت الكيكه، طبعا نفسي ضيق بس يعني لازم تتعودون عليه، لان هسه بالسابع يعني النفس دائما خلصان. وبنفس الوقت اشتريت كلمة هابي بيرثداي هم من شيئين ذهبية، بس على حظي طلعت مكسورة وهنا رحت زقتها ورجعت بحالة شعري. طبعا هنا أنا بعد ما كملت غسل المواعين الفطور بديت اجهز الهدية. هذا همين البوكس اخذته من شيئين كلش عجبني، قلت اخلي بيه الهدية، وصراحة حتى الهدية طلبتها لمحمد من شيئين لانه ما طالعة ومدى اطلع، فان شاء الله يا رب ادعولي تعجبه. طبعا هنا أنا صنطة كان محمد قاعد ويا الجهال بالهول، ما شاء الله قلت ايش قد حلو ساكتين وخانسين، ما حد صاحني ما حد فتح لي الباب. واذ بعد ما اكمل ترتيب الهدية انصدم القى الكل نايمين، ابو الياس منيم الجهال ونايم وياهم. زين 4 ساعات شو اسوي؟ والتحضيرات الدا حضرها صار لي ساعتين وين راحت يا جماعة؟ اين ذهب التعب؟ بس عادي قلت خطيه خليهم نايمين.
ما راح اقعدهم، خصوصا الياس كان كلش مستمتع ويقول لي اريد انه اني انطي الهديه لبابا وما اعرف شنو، وانا اريد انطي الكيكه لبابا. فقلت اصلا بعد ما تسوى انه اقعد محمد وافاجئ وهيجي، قلت خليهم نايمين وراحت على باكر. لذلك انتم راح تشوفون الفيديو تحسوه ناقص، بس احتمال انزل لكم اياه بريلز على الانستغرام ردت فعله. وهاي هديه بس بعد شكلها جد حلوه، طبعا جبت له تراك وجبت له شفقه وجداحه وجزدان، يعني ما ادري حسيت هاي الاشياء اللي هو يحبها. وهنا انا مكلفه الجوه مال التراك حطيت بس الفوق، قلت بعدين من يفتحها انطي الجوه. وهذا كان الصندوق، وهسه راح نبدي بالمحلايه. طبعا هنا انا حطيت ملعقتين اكل نشا عليهم شويه حليب، يعني حليب ما بيه قياس، وخبطته. ووراها شنو سويت؟ جيت على النار خليت نص لتر حليب، انتم تقدرون تضاعفون الكميه، انا بالنسبه لي نص لتر طلع لي 5 كاسات تكفينا وزياده لعائلتنا، يعني لانه واحد رمضان وما يعجبه يوميا ياكل نفس الحلف، يحب يوميا ياكل شيء جديد صراحه، فلذلك اسوي كميات قليله. ضفت عليه النشا، وراح اضيف عليه هسه مثل ما تشوفون ربع كوب من الشكر، وراح استمر بتحريكهم. طبعا انا للشكر خليته وراه ما شويه حمل حليب، من يبدي شويه عندي يثخن او يريد يغلي اخلي عليه ملعقه اكل من القشطه، وهذا الشيء ينطي نكهه للمحلايه تموت. وهنا أنا عندي اساس المحلايه الشاميه هي المستكه، طحنتها كلش على الناعم، وجيت خليتها وين؟ على المحلبي او على المحلايه، طبعا تنطي نكهه تخبض، واكيد مي ورد، يعني المحلايه مستحيل تمشي بدون مي ورد. وهنا أنا بديت اصبها، وكان المفروض انتظرها، يعني انتظرها عفوا شي سخوله تبرد وبعدين ازينها بالفستق حلبي بالمبروش بالسكريمه، يعني اي شي تقدرون تسووها. وبس والله هاي كانت طبخاتي لليوم، طبعا فيديو خفيف سريع، بس قلت لكم وضعي بدايه الفيديو لان شوي تعبانه، في التصوير دي تعبني والوقفه دي تعبني، فصراحه ما دا اقدر اسوي هواي شغلات ولا دا اقدر اصور لكم هواي شغلات، يعني زين مني دا اطلع لكم فيديوهات. ادعوا لي الله ييسر امري ويكمل حملي على خير واجيبه بوقتي. وبس والله احبكم كلش هواي، انتظروني فيديوهات جديده، مع الف سلامه، باي باي.